من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا يعد العامل الأهم في التوصل إلى حل للمشكلة، وبدونه لا يمكن الحديث عن حل، معتبرا أن محادثات أستانا لها الفضل في التوصل إلى حل والوصول إلى مفاوضات جنيف الحالية. وقف إطلاق النار كما نعرف لا يمكن أن نتحدث عن العملية السياسية، ولذلك فوقف إطلاق النار هو الأهم. كيف نتفق عنه؟ لقد تحدثنا في هذا الموضوع في أستانا، والشكر على ذلك لكازاخستان ورئيسها نازربايف أنه منح لنا هذه المنصة، وفي إسطنبول أو في أنقرة في لقائنا روسيا وإيران وتركيا ستنا نناقش مع التشارك مع الطرف السوري حول الحدود المحددة لهذه المناطق، وثانيا حول عناصر السيطرة، من يسيطر على ماذا وأين وكيف، إنها مسائل محددة.